في الحرام وصل لكل المودين، تفطر الصايم ولك مثل أجره. شهر خير شهر رحمة يا رجل، والسعيد اللي اغتنم زهر عمره. حرام أجر كبير لكل حاج وما تمر فاض عمره. يا ديار عامرة خير للدين، نستقبل الشباب اللي موجودين، لكن الحلقات الجاية نطالب الإدارة أنه يجيبوا لنا كل الشباب 15 كلنا كلكم. والله والله يستاهل. اي والله، ونختم البرنامج هنا. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران وشهر العتق من النيران. وفي هذا اليوم سعداء بتواجد الشباب معنا في الحرم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم آمين. الله يجزاك خير. آمين. يعلم الله أن شيء يزيدنا شرف في ذمة ذمة. الله يكتب أجرنا وإياكم. الله يوفقنا وإياكم. توفيق الطيب من الشعور. أسأل الله أن يتقبل إن شاء الله. علي حبيبي أقول اللهم لك الحمد اللي وصلنا إلى المكان ونحن نشوف ونحن نساعدكم في الأجر ونأخذ أجركم وأجر الصائمين. اللهم لك الحمد. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله شباب الصيام والقيام وصالح الأعمال. أستاذ علي، أنت والمتسابقين في الروشن 14، نقول لكم خلوكم معانا في هذا اليوم وحنعيش التجربة إن شاء الله مع الشباب. والله يدخلنا الجنة. اللهم آمين. اللهم آمين. علي حبيب قلبي، الله يحييك، شرفتنا وأنسنا. يا مرحبا، الشرف لي أنا. الله يسعدك. علي، إيش كان شعورك يوم قالوا علي حتكون ضمن السفراء في مكة وحتشارك في مبادرة تفطير الصائمين في الحرم المكي؟ حد ذات الكلمة الأخيرة تكفي. أول شيء عنوان البيت الله وخدمة لضيوف الرحمن اللي كل يتمناها القاصي والداني. اللهم لك الحمد. واقول اللهم لك الحمد اللي بلغني ذي اللحظه اني اقوم خدمه ضيف الرحمن. علي، اللهم امين. جمهور قناه الواقع اختاروك تكون سفير لهم في ساحات الحرم المكي الشريف في هذه المبادره، مبادره جمهور قناه الواقع. اللهم امين. والان المنظر هذا اللي قدامنا وعلي شارك معنا في تفطير الصائمين. علي، ايش حاب توصل رساله لجمهورك وجمهور قناه الواقع؟ انا اقول لجمهوري اللهم لك الحمد، اتمنى اني قمت بالخدمه على اكمل وجه، اتمنى اني ما قصرت. قناه الواقع لها فضل كبير علينا من هجيتنا هنا، والمنظر ذا يا اخي ما تدري الى الحين والدنيا فيها بخير. اللهم لك الحمد. شوف كل يساعد الثاني وكل، اللهم لك الحمد. والله يديم امن وامان يا رب البيت. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ عطني شعورك الان يا والدي. الان اللحظه عاد هل احلى شيء، احلى وجبه واحلى مناسبه واحلى حاجه كلها. انتوا طيب كيف جيت؟ متى جيت الحرم؟ بقيت الحرم؟ ايه؟ بقيت اول باقي على طول، باقي كله على طول. على طول؟ اه على طول. وانت هنا؟ آه. ما شاء الله تبارك الرحمن. الحمد لله. طيب كيف تشوف الاكله هذه؟ اكل زين. الفطور؟ الفطور زين. الله ما يكون احلى. ابي منك طلب واحد. اتفضل. ابيك تدعي لي قبل تاكل. اه ابيك تدعي لي بس. بدعي لك بدعي لك واقول لكم ربنا يوفقكم. طيب انت الان على شاشه الواقع الفضائيه، بدعي لكم كلمه تقولها. يوفقكم على اللي انتم فيه وربنا يعينكم. اللهم يوفقكم. اللهم يعينكم. اللهم يزيد. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يجزاك خير. سعودي حبيب قلبي، الله يسعدك، شرفتنا وانستنا وجودك يا حبيبي. سعود، ايش كان شعورك يوم قالوا سعود يكون ضمن السفراء في مكه المكرمه؟ صحت صيحه ما ادري شلون جات من الفرح. يا الله، تخيل انك جاي تخدم في بيت الله وضيوف بيت الله، من معتمر مسافر وصايم يعني، ولا وفي شهر خير يعني، هذه بحد ذاتها انجاز عظيم. طيب سعود، انت الان شاركت مع المتطوعين في جمعيه استدامه وقدمت تفطير الصائم لزوار بيت الله الحرام، ايش كان شعورك وانت تقدم هذا الافطار بحب
وهذه المبادرة اللي من جمهورك جمهور قناة الواقع؟ أخ عمار شعور لا يوصف، يعني فرحة. وأنا كنت أتمنى أني أجي يوم من الأيام، من كثر ما أشوف التقارير اللي عندكم تصلون علينا على القناة، يعني كنت في يوم من الأيام أدعي يا الله أني أكون في يوم من الأيام أوزع البطور جمعية السدامة بينا. الحمد لله رب العالمين، جيت وخدمت وشكرا. استدامة على الشيء اللي شفناه، يعني من تنظيم ومن ترتيب ومن صدق ومن أمانة، يعني اللي شفناه كامل ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ندري اللي دفعنا وين يروح. صحيح، جينا احنا شفنا الآن اللي احنا دفعنا مستحقين وقاصد بيت الله العالم. الله يكتب أجرك. اللهم آمين. نايف حبيبي الله يسعدك. الله يبيك. الله يديم الابتسامة الحلوة هذه. اللهم آمين يا حبيبي. نايف، إيش كان شعورك يوم قالوا نايف يكون أحد السفراء اللي حيتواجدوا إن شاء الله في مكة؟ إيش جاء في بالك؟ يعني قلت أول حاجة أبغى أسويها، أول شيء أبغى أتعرف عليه، أول شيء أبغى أشوفه في مكة. أول شيء كانت من أمنياتي إني أزور الحرم وأعتمر في شهر رمضان، وأحمد الله إني حققته في هذا رمضان. وزادني شرف أني مع جمعية استدامة باشرت معكم وشفت الصائمين وفطرتهم، يعلم الله يا دعائهم أنه يشرح الصدر، وأنا بس مجرد أني ساعدتكم وعاونتكم، ما بالك اللي بذل واللي دفع واللي تصدق. يعلم الله أنه شيء عظيم عظيم جدا جدا جدا، جهود تشكر، بيض الله وجيهكم. إذا هذا ينفذ كل يوم فشكرا شكرا، والله يجزاكم خير. الله يكتب أجرك ويتقبل إن شاء الله. اللهم آمين، يجزاك خير. نايف، الآن تم تفطير الصائمين وتوزيع الإفطار لهم، إيش كان شعورك وأنت يوم عشت معنا التجربة هذه وتقدم الوجبات للصائمين؟ مثل ما قلت لك، هو شعور جبار، شعور جيد، أنك لما تنزل عند كل صائم تحط عنده الوجبة يدعي لك، يدعي لوالديك، يستقبلك بابتسامة، أنت قاعد تخدم ضيوف الله. لجاك ضيف في بيتك خدمته، ما بالك أنك تخدم ضيوف الله، ضيوف بيت الله. فالله إنه شعور جميل جدا جدا جدا، شكرا لكم. في شخص كلمني وقال أبي أتبرع بنيتي وبنية أبوي وأمي. هذه سفرتك يلي أرسلت الفلوس البارح وقلت لي أبيك تبرع لي عن نفسي وأبوي وأمي. هذه سفرتك، شوف في أيدي أمينة موجودة والتقرير يصل قريب. الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال إن شاء الله. الله يحييك، يا مرحبا. الله يعطيك العافية. وش تقول مشروع استدامة اللي قايم على السفرة ذي وعلى الله يعطيها العافية والصحة إن شاء الله. طيب، في واحد مبادر ومتصدق اليوم اللي هو إفطار الصائم، يمكن 30 صائم متصدق بدال أمه وأبوه ونفسه، وش تقول؟ الله يحفظه ويطول بعمره، ربي يعطيه العافية إن شاء الله. الله يجزاك، شكرا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم، وسعداء جدا بوجود الشباب، يعطيهم الصحة والعافية. حبيبي سعود، إيش حاب تقول في نهاية التقرير؟ نهاية هذا التقرير كل شيء واضح وكل شيء شفته. اللي تبغى الخير ترى هذه آخر رسالة نوجهها، مثل ما شفت كل شيء قدام بادر، ترى كل شيء رايح. الله يوفقنا وإياكم التوفيق الطيب. علي، مرحبا ومسهلا.
أنا أقول مثل ما تشوفون فلوس للناس اللي دفعوا واللي تبرعوا بإمكانكم الآن تشوفون وين أموالكم راح، كلها أصدقاء وترى أصدقاء يا إخوان، ثاني مرة أقولها تطفي غضب الرب، بادروا ولعلها المنجية. نايف كلمة ختامية. أنا عندي مايك ما يحتاج كلمة ختامية. بيض الله وجه كل من دفع لو ريال، يعلم الله اللي علي إن شانه أن كل وجبة أقدمها أني ألقى شخص يدعي للي قدمها ولي وللجميع بالخير وبالهداية وبالرحمة حتى للموتى. بادر يا مال الشحم قبل أن تغادر، اليوم هذول ضيوف الله، أنت وترتوني يا جماعة، بادر الوكاد الله يوفقنا وياه. أخيرا صديق السفراء فراج أختم لنا أقول الله يكتب أجركم والله يتقبل منكم صالح الأعمار، الله يحفظكم يا أقاك. صديق السفراء الخبيب اللطيف، يعطيكم العافية مشاهدينا الكرام، كانت هذه تغطيتنا اليوم لهذا اليوم الجميل والرائع، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ونراكم غدا إن شاء الله. صايم ولك مثل أجره شهر خير شهر.